إجابة السؤال التاني طبعا علشان أجاوبه بشكل كويس بكتبه بهذا الشكل. أكتب answer question 2 2A for the alloy 40% silver. مديك phase diagram ما بين النحاس والفضة. الفيس دايجرام بهذا الشكل. طبعا مش مطلوب ان انت ترسم الفيس دايجرام، ولكن انا برسمه هنا للتوضيح والشرح فقط. فعندي على الشمال النحاس، وعندي على اليمين الفضة، وعندي هنا الكومبوزيشن اللي هو الويت بيرسنت بتاع الفضة. يتكون عندي فيز ألفا على الشمال، دايما ألفا بيكون على الشمال، وبيتكون عندي فيز بيتا على اليمين. فيز بيتا دي فيزز. الألفا أعلى نسبة ذوبان في الألفا من السيلفر عند 8%. النقطة دي محطوطة على ورقة الامتحان مكتوبة 8%، فما تألفش بقى وتكتب رقم تاني. النقطة اللي على اليمين محطوطة إن هي 91.2%. فما تقلفش وتقول 94 95، ما دام الرقم موجود فانا بطلبك بالرقم ده والرقم ده. طبعا النسبه المئويه دي للفضه. وعندي يوتكتيك بوينت عند 71.9، اللي كاتبين لي 74 و75 مش عارف جابوها منين. هي 71.9. ووصل دي كده ووصل دي كده. يبقى هنا عندي ده ليكويد، يبقى هنا ألفا زائد ليكويد، وهنا بيتا زائد ليكويد، وتحت عبارة عن ألفا زائد بيتا. السؤال بيقول لي إيه؟ السبيكة اللي هي 40% فضة، دي 40 عند السبيكة دي، جاوب الأسئلة التالية. فإجابة السؤال الأول بيقول لك ارسم الكولين كيرف بتاع السبيكة. فالكولين كيرف عندي بيقطع النقطة دي وبيقطع النقطة دي، لازم أحطها على الكولين كيرف، لازم أحط النقطتين دول على الكولين كيرف. لو بصيت على درجة الحرارة هلاقيها إنها تقريبا حوالي كام؟ نقول 900 درجة. طبعا مش بحاسبك بالظبط على درجة الحرارة ما دام أنت بتستنتجها من الرسم، يبقى نقول عند 900 درجة. درجة الحرارة اللي تحت دي أنا مديهالك، كاتب لك إن هي 779 ديجري سيلسيوس. يبقى أنا هرسم كولين كيرف. كولين كيرف زي ما قلنا لازم يبقى عندي محور رأسي عبارة عن التمبريتشر، وبعدين أحط ما بين قوسين اليونت بتاعت التمبريتشر، هل هي سيلسيوس فهرنهايت كلفن، حط اليونت. أما المحور الأفقي فهو التايم. يبقى أنا عندي نقطتين بيحصلوا في المادة، عندي 900 وعندي 779. فوق 900 بيبقى ليكويد، يعدي 900 يبتدي يتكون ليكويد زائد سوليد. أول ما يوصل لل 779 ما دام في الرسمة عديت على خط أفقي
ما دام عديت على خط افقي يبقى لازم في الكولينج كيرف برضو يبقى خط افقي، لازم يبقى بهذا الشكل خط افقي، لان ده يوتاكتيك رياكشن، يوتاكتيك رياكشن، واي رياكشن لازم بياخد فتره على بال ما يحصل. بعد ما كل الليكويد يتحول الى سوليد يتحول ليوتاكتيك، فيبقى تحت هنا، هنا فوق هيبقى ليكويد، هنا ليكويد زائد في المنطقه دي عندي الفا، مش عارف ليه الناس بعض الناس كتبوا لي بيتا في الامتحان، هنا ليكويد زائد الفا، وبعدين هنا كل الليكويد هيتحول الى يوتكتك، واليوتكتك جواه الفا وبيتا مع بعض. يبقى تحت هنا يا اما تكتب لي الفا زائد بيتا في المنطقه دي، يا اما تقول لي الفا زائد يوتكتك بيتكون من الفا زائد بيتا. يا دي يا دي، تمام؟ انما اللي تكتب لي الفا زائد بيتا زائد يوتكتك يبقى انت كده مش فاهم حاجه. دي اجابه النموذجيه بتاعت الكولينج كيرف. وبيقول لك ارسم المايكروستراكشر عند 400. لما ابص على الرسمه هلاقي 400 دي تحت خالص، هنا هنا دي ال 400، 400 قطعت في النقطه دي اللي هي الفا زائد يوتكتك، يبقى هيبقى المايكروستراكشر الحمد لله ناس كتير عملوا صح، هيبقى عندي جرينز من الالفا، وبقيه الجرينز هتكون عندي عباره عن كلها يوتكتك، كل الجرينز المتبقيه هتبقى يوتكتك، واليوتكتك بيتميز ان هو شرائحي فبيبقى بهذا الشكل، كل شريحه منهم عبارة شريحة ألفا وشريحة بيتا، شريحة ألفا وشريحة بيتا، فبيبقى بهذا الشكل. لازم كل واحدة منهم بتاخد اتجاه مختلف. يبقى ده الشرائح دي عبارة عن يوتكتك اللي هو بيتكون من ألفا زائد بيتا. يبقى هي دي الإجابة النموذجية لرقم 2. قلبت على صفحة جديدة، يبقى الصفحة الجديدة أنا لسه بحل السؤال 2A continued. يبقى أنا هعمل إيه؟ هحل السؤال رقم 3 اللي بيقول لي عرف الكومبوزيشن بتاع كل فيز عند 7 7 9. يبقى عايز الكومبوزيشن في الرسمة بتاعتي عند النقطة دي، النقطة دي فيها حلين للمسألة دي، just before هنا، just before، وتحت just after. ليه؟ لان انا عندي عند الكولينج كيرف بتاعتي 7 7 9 في بدايه، عند نفس درجه الحراره في بدايه التبريد بيكون عندي ليكويد زائد الفا، دي الفيزس اللي عندي، أما في نهاية التبريد فبيبقى عندي ألفا وبيتا. المسألة دي ليها حلين، just before و just after. الامتحان ما طلبتش منك تحل أني فيهم، فأنت لو عملت أي واحدة فيهم just before أو just after فالاتنين صح. يبقى الحل بتاعي إيه؟ لو أنا هحل ده حل نموذجي، زي ما قلت لك انا اديتك الدرجه على اي حل منه، ولكن الحل النموذجي ان just before 7 7 9 degrees Celsius. يبقى انا عندي ايه؟ عندي liquid
زائد ألفا. لو سمحت في هذه الحالة لازم تعمل الخط بتاعك وتحط المكونات، هنا في مكون وهنا في مكون وعندي نقطة في النص اللي هي النقطة بتاعت السبيكة اللي هي 40%. لو سمحت ما تحطش A و B و C و G و F والكلام ده، حط اسم المكون لو سمحت، لأن كلكم تلخبطتوا، كل اللي حطوا A B C و G والحاجات دي تلخبطوا فيه. فأنا عندي في الفيس دياجرام في السبيكة دي عند 779 just before على اليمين عندي liquid وعلى الشمال عندي ألفا، تمام؟ الكومبوزيشن بتاع الألفا هو اللي بكتبه هنا اللي هو مديهولي في المسألة 8% AG، والكومبوزيشن بتاع الليكويد عند النقطة دي اللي هو 71.9% AG. طبعاً الأربعين برضو هي AG، يبقى الكومبوزيشن بتاعي كومبوزيشن عبارة عن ألفا تتكون من 8% AG. محدش يقول لي 8% ويقف، 8% إيه؟ لازم تكتب الوحدة بتاعتك AG. أما الليكويد فالكومبوزيشن بتاعه 71.9% AG. ناس بقى فالحين قال لي كومبوزيشن 40% AG، 40% AG و60% كبر. ازاي يا فالح يا فالح اقول لك السبيكة 40%، قول لي الكومبوزيشن بتاع الفيزس ايه تروح قايل لي 40%؟ يعني احنا في حضانة يعني؟ اسألك سؤال غبي بالشكل ده. كومبوزيشن اوف الوي اللي هو 40% يختلف عن الكومبوزيشن بتاع كل فيز منهم، لما يتلخبطوا بقى على بعض يدوني ال 40%. فهمنا؟ فهمنا يا بشوات؟ فلما اقول لك composition of each phase of each phase غير لما اقول لك composition of alloy اللي انا مديهولك اساسا معطى في المسألة، ماشي يا فالح؟ يبقى ده الكومبوزيشن. السؤال الرابع بيسأل على الاماونتس. الاماونتس زي ما قلت انا عندي هنا الليكويد وهنا الالفا وعندي في النص هنا عندي 40 وعندي هنا 8 هنا 71.9. يبقى الكومبوزيشن بتاع الالفا هو المسافه دي على المسافه دي كلها، يبقى الكومبوزيشن اوف الفا سوري الاماونت الاماونت اوف الفا هتساوي 71.9 ماينس 8 على سوري 71.9 ماينس 40 على 71.9 ماينس 8. وما انساش ان انا اضربها في 100% هتساوي، هتطلع لي النسبة هتلاقيها تقريبا حوالي 50%. لما تكتب 50% تقول لي weight percent من وزن السبيكة، تكتب الوحدة بتاعتك. يبقى الاماونت اوف الفا تقريبا تكاد تكون نص مكونات السبيكة قبل ما يدخل في مرحلة التجمد. طب افرض عايز احل ثلاثة تاني just after the composition بقى just after the solidification أو eutectic reaction just after the eutectic reaction. يبقى أنا أبص على النقطة دي، قلنا إن just after يعني عندي ألفا وبيتا دول الفيزز بتوعي. ما حدش يقول لي الفيزز ألفا واليوتكتك، اليوتكتك ده ميكشر وليس فيز، الفيزس الفا وبيتا. يبقى النقط بتاعتي بدل ما هتبقى هنا الليكويد وهنا الالفا، النقط بتاعتي هتبقى هنا الالفا
وعلى اليمين هنا البيتا. بتتغير الحسبة تماما. Just after phases عندي composition of alpha زي ما هو 8% فضة. طبعا مدام 8% مش مطلوب ان انا اكتب الكوبر هدي. اكيد الكوبر 92%. اما الكومبوزيشن اوف بيتا، والبيتا بتتكتب كده بشرطة نازلة لتحت، بيتا بتساوي كام زي ما مديها لي في المسألة 91.2% AG. just after the composition. وانا عايز احل اربعة تاني يبقى اربعة just after 779 هيبقى الكومبوزيشن عندي بدل ما كان ليكويد والفا على اليمين والشمال هيبقى على الشمال، ولو سمحت تاني ما تحطليش A وB وC، ده على الشمال هنا الفا، على اليمين هنا بيتا، وهنا هيبقى عندي السبيكة اللي هي 40%. الكومبوزيشن بتاع الالفا 8، الكومبوزيشن بتاع البيتا 91.2، يبقى الاماونت الوزن بتاع الالفا، الاماونت اوف الفا هتساوي المسافة دي على المسافة دي كلها، هيبقى 91.2 minus 40 على 91.2 minus 8، وكده أضربها في 100% وأطلع النسبة بتاعتي. مش أتذكر النسبة كانت كام بالضبط، تقريبا كانت 30% أو حاجة. وأكتب النسبة وأقول weight percent من وزن السبيكة. تمام؟ يبقى دي السؤال الرابع في ايه في الكويشن نمبر 2. اجاوب بقى السؤال اللي بعديه، اعمل خط. اجابه السؤال الثاني بي، بيقول لي ارسم الكولين كيرف للسبيكه اللي هي 5% فضه. لو رجعت للفيز دايجرام بتاعي هلاقي ان انا عندي النقطه دي، هي راحت فين؟ ثانية واحدة. هلاقي ان انا عندي السبيكة 5% 5% فضة موجودة هنا. السبيكة دي قطعت في النقط دي 1 2 3، يبقى لازم أطلعهم من على الرسم. هتلاقي النقطة دي تقريبا 1080، هتلاقي النقطة اللي تحت دي هتلاقيها قرب الألف، نقول مثلا 1000، والنقطة اللي تحت دي هتلاقيها قرب 700 مثلا، نقول 700 تقريبا. تمام؟ يبقى انا عندي 3 نقط ما عدتش على اليوتكتك، يبقى مش هيحصل عندي الخط ده، الخط الافقي ده مش هيحصل. ما دام ما عدتش على خط افقي يبقى الكولين كيرف ما فيهوش خط افقي. تعالوا نشوف الكولين كيرف هيبقى عامل ازاي. كولين كيرف هيبقى طبعا عندي هنا temperature with degree celsius، وهنا time. مش محتاج ان انا احط السكيل بتاع التايم ثواني ولا دقايق ايا كان. يبقى الكولين كيرف هيبقى في عندي هنا درجة حرارة، قلنا 3 نقط، ودرجة حرارة تانية، ودرجة حرارة تالتة. أحطهم قبل ما أعمل إيه الكولين كيرف بتاعي.
قلنا درجة الحرارة الأولانية 1080، اللي بعدها 1000، اللي بعدها 700. يبقى المادة بتاعتي هتكون ليكويد، تعدي على منطقة يبتدي يتكون ألفا. محدش يقول لي بعد الليكويد بقدرة قادر بقت ألفا على طول، ازاي؟ لازم الألفا تزيد شوية شوية، فيحصل عندي هنا ايه؟ ان هنا ليكويد وهنا ليكويد زائد ألفا. بعد شوية ألاقي ان هي بقت ألفا، بس بعد شوية ألاقيها هنا بقت، بعد ما تعدي السولفس لاين هيبتدي يتكون عندي هنا ألفا زائد بيتا. وقلنا إن السبيكة بعد ما بتعدي خط السولفس بيكون عندي ألفا بهذا الشكل، ويبتدي يترسب عندي حبيبات من البيتا على الجرين باوندريز، ولو في أي انكلوجنز أو أي حاجة داخل الجرينز ممكن يتكون لي اتنين منهم. يبقى ده بيبقى عندي الألفا، والصغيرين دول على الجرين باوندريز بتبقى البيتا. يعني حصل عندي ترسيب للبيتا، زي السكر اللي بالشاي اللي أنا مسخن المية وحاطط سكر كتير، لما نزلت تحت درجة حرارة معينة ابتدى يترسب عندي حبيبات من السكر، هنا ترسب عندي حبيبات من البيتا. مفهوم الكلام؟ أنا عندي هنا حبيبات من البيتا. بس يعني السؤال الأخير بيقول لك أنا عندي سؤال 2 سي، بيقول لك at the eutectic point. at eutectic point يعني أنا عندي كده خط اليوتكتك بهذا الشكل. اليوتكتك بوينت مديهالي في المسألة اللي هي 71.9، دي سبيكة اليوتكتك اللي عندي. أنا عندي هنا على الشمال عندي فيز، وعلى اليمين عندي فيز أخر. لو مشيت على الخط هتلاقيه بيقطع الفيز اللي على الشمال في 8% فضة، بيقطع الخط اليمين في 91.2% فضة. يبقى هنا بيقطع على الشمال الألفا وبيقطع على اليمين البيتا. السؤال بيقول لك define the amounts and composition of both alpha and beta. يعني أنا بقول لك هات لي الألفا والبيتا الكومبوزيشن بتاعهم، ادي هو ده الكومبوزيشن. يبقى إجابة السؤال composition of ألفا هيساوي 8% AG، طبعا الباقي كبر. Composition of بيتا هيساوي 91.2% AG والباقي كبر. طب الأماونتس، يبقى amount of ألفا هتساوي المسافة دي على المسافة دي كلها، لأننا قلنا قاعدة ليفر رول العكسية، ألفا على الشمال يبقى أخذ المسافة اللي على اليمين عشان توزن معي. يبقى لكم الأماونت أوف ألفا 91.2 minus 71.9 على 91.2 minus 8 واضربها في 100%، وطلع نسبة الألفا والريست هيبقى بيتا. دي إجابة الامتحان النموذجي. شكرا جزيلا.